المشكلة اخي اللي عندنا هنايا هو ان فيما كطيح الشتا هنايا في هاد الحومة دايما كنغرقو هنايا. هاتي هنا كتشوف دابا السيد راه هو اللي مغيبني تما اش كيقولوا الفحص التقني فوق الواد، ما كاينش شي حاجة خصها تبنى فوق الواد. دابا تينا تشوفها تشوفوا هاد الحر، دابا تينا شوف فين واقف علينا هنايا. دابا هادي غير طاحت الشتا هذيك ولي البارح، شوف شنو وقع دابا الما يومين هو واقف هنايا. عينا كنهضروا معاهم قالوا لنا بانهم عايجيو يحيدوا، الوالي قال لك عايجي ولا باش عايجي، حتى واحد ما جانا عندنا هنايا. خلونا هنا تينا كتشوف الريحة خانزة كتدخلنا للديور ديالنا، ما بقينا كنفهموا حتى شي حاجة مع هاد الناس هادو. هاتينا كتشوف شوف دابا اخر راه هو عامل تما الديبو ديال الرمل، دابا اخر جا حداه باني فوق الواد عامل لك تما بغى يعمل المركز فحص تقني. ما يمكنش شي حاجه اسمها الرخصه تسمنا فوق الواد، هذه ما كايناش. دابا تينا كتشوف شو المضره اللي عندنا هنايا، الريحه خانزه، العواول كيجيونا هنايا كيبغيو يعوموا هنايا، ما عرفناش شنو هي المشكل هذا. الرخصه اللي سمعنا قال لك ان العمده طنجه هو اللي عاطيه الرخصه هنايا، هذا الشيء اللي سمعنا حنايا وما عرفناش واش هذا الشيء صحيح ولا لا. واش فهمتي؟ حنا كنطالبوا بان هذا السيد هذا يحيدنا من هنا، حيت هنايا كاين الواد، هاد الحومه الحومه السوسي واد فوق الجهه الشرقيه كامله الواد الما ديالها كيهبط من هنا في وسط الحومه. دابا ما يجيو اذا غلق اخر تما هنايا ما الماء ما يمشيش، حنا اصلا فيما كطيح الشتا الديور اللي هنايا كاملين كيغرقوا. اذا زاد هذا شدنا هذا الشيء هنايا صافي، انا حنا نبقاو نعموا في لابيسين هنا ما تبقاش شي حومه ديك الساعه. واش فهمتيني؟ بزاف على هذا الشيء هذا ما يمكنش. دابا حنا اللي كنطالبوا من هذا السيد هذا هو انه يحيد هذاك الشيء هذاك من تما، حيت هذاك كاين الواد تما خصو يتصلح هذاك الشيء باش يمشي فحالو الما. هذا الشيء اللي كنطالبوا حنايا من هاد الناس هادو. الرشاشه ديال الضيقه طاحوا لنا، ما كنعسوش في الليل، بقاو الناموس كيعضنا والله حتى كنبات فيقه حق ربي الكريم، يا ما كنعس. هذا الشيء كله ذاك السيد اللي كيبني فوق ذاك القنطره، وهاد كان هاد الماء كيدخل ولكن منقي ديال الشتا. واش دابا ولا ديال بخرار؟ شوفوا اللون ديالو كي داير، شوف جمع الدبان، جمع الناموس، جمع الزبل، جمع الطيور الخايبين كتلقاهم هنايا. حنا تأدينا بزاف، حنا خصنا يديروا لنا الحل لهاد الشيء. هاد الحل يديروه اليوم قبل ما تجي الشتا ونقعوا في مشاكل كبيره. ما عندنا ضرر علينا لان قطع علينا الواد. الواد اللي كيهود هاد البخرارب ديال طنجة كلهم حطوهم لنا هنايا. واش هادشي هادي عيشة؟ راه هادي ماشي عيشة، حنا بنادم انسان، راه حنا بحالنا بحال البشر اللي كيقول هذا غا خبيش. حنا راه حنا انسان حتى حنا حوايجنا كيضيعوا، ولادنا كيضيعوا، حياتنا ضايعه. هانت دابا انت مين تعيش بهاد البيئه خانزه هكا؟ شنو بغيتي؟ ما غاتمرضش. فينا الضيقه؟ فينا السكر؟ فينا الامراض العالميه مجموعه ونزيدوا بهذا الخبث هذا؟ يبني فوق الواد وحنا الشتا ما يطيح لنا، الديور يعمروا لنا بالاميو والحوايج ديالنا يفسدوا. الا ما نغوتوا عليهم هذا عين مسكنا هنا نغوتوا عليهم والو ما بقاو يسعدون. دابا الله يجازيكم بخير، خاصو تشوف شي حريق ولا شي حل ديالنا. دابا طاح عاشتي وعشويه، دابا انت تشوف المصيبه هذه. يوم يغوثوا عليه وما يديها فينا حتى شي واحد. اي والله دابا الله يجازيكم بخير، خاصكم تشوفوا الحال ديالنا. الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.